الاخت السائله بتقول ان انا يعني زوجي وقع بي في نهار رمضان وانا كنت غير راغبه لكنه اصر على ذلك، فمن هو عليه كفاره؟ هل انا ايضا ام هو فقط؟ هذه خلاف بين الفقهاء، بين من يرى ان الجماع في نهار رمضان عن عمد وعن تذكر، إذن يعني عليه في هذه الحالة القضاء والكفار، بيقضي اليوم ويكفر بصيام 60 يوما متتابعين. طيب على مين؟ خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى ما دام الزوجة طاوعته فعلى الاثنين، خلاص احنا عندنا حالتين، حالة المطاوعة حالة الرفض. حالة المطاوعة اختلف على من هي، طبعا كده كده عليها القضاء، يعني بكل الأحوال عليها أن تقضي يوم، إنما الكفارة على مين؟ أيوة. من الفقهاء من قال الكفارة على الزوجين، لحديث الرجل قال يا رسول الله هلكت في رواية وأهلكت، خلاص فاعتبر أن الأهلك يبقى إيه، أهلك غيره، فمعناه أنه شريك في الأمر. ولكن الرأي الآخر رأى أن الكفارة على الزوج فقط، لأن هذه الزيادة أو الجملة دي ضعيفة في الحديث. طيب إذا كانت لم تطاوعه فعند كل هذه المذاهب لا، هي مكرهة، والمكره لا شيء عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.